تويا راح تفلوسط لباريخو يلعب مرة ثانية مع الرفيق سولير، ترجع لباريخو مرة ثانية، أول قلب النابض لفريق فالنسيا. كوندو بيضعت من الكرة، أسينسيو اختفها وانطلق، أسينسيو وبا با 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 جول. يا سلام عليك يا ماركو يا أسينسيو، يا سلام، يا له من جول، يا له من استلام، يا له من مراوغة، يا له من توغل، ويا له من تسديدة. أسينسيو يفتح مجال التسجيل، هو يسجل أول هدف لهذا الموسم من أروع ما يكون، حتى في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس نيتو الذي يلتقي صورة جميلة لهدف من أروع ما يكون. ماركو أسينسيو اختفى الكرة، تخطئ تدفع ثمن غالي في الريال، اختفى أسينسيو، انطلق توغل سدد سجل جول. يا سلام عليك، صورة رائعة التقطها الحارس نيتو لهذه التسديدة وهذا الجول. بابا بابا رائع أسينسيو، في كل مرة يؤكد روعته ويؤكد أحقيته بأن يكون عنصر مهم في الريال. نعم أنت رائع يا أسينسيو. لما يضع الريال شرط جزائي يقدر ب 350 مليون يورو، فالبحث دائما عن باريخو. كوندوبيا، الكرة تمشي من هناك عن طريق سولير، رجعت لكوندوبيا ضيعها، لا لم تضيع الكرة، ما زالت عنده البعيد، الكرة هذه ممتازة على الجهة اليسرى في اتجاه جايا، يحاول التوغل جايا، ما زال خطيرة ممتازة باللاتو، أرضية، با 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 جول. من أروع ما يكون هذه اللعبة الثلاثية الرائعة جدا، هائلة من جايا للاتو، وجاء الجول، هدف التعديل لصالح عناصر فالنسيا. من أروع ما يكون، هل هو الصغير سولير من هناك؟ فعلها، نعم، كارلوس سولير عدل النتيجة لفالنسيا عند الدقيقة 18 من عمر المباراة. جول ولا أروع، لأن اللعبة كانت من أروع ما يكون، ثلاثية بين جايا ولاتو، شوف اللعبة هنا، جايا ولاتو من أروع ما يكون، ولاتو وسولير ثلاثي صغير معدل عمره 19 عاما، فعلها بالريال وسجل جول التعديل. خرج كالقط في القائمة الثانية كارلوس سولير، وعدل النتيجة أمام شباك فارغة لكايلور نافاس. جول، ممتعة هذه اللقطة الثلاثية الرائعة جدا، ورائع هذا الهدف في التعديل لصالح فالنسيا. يا سوليرا 21 سنة، واحد من أبناء النادي. جايا 22 سنة، اللي مرر الكرة لتوني لاتو، عرضية الكرة من هناك في اتجاه اللاعب غوزي جايا، تسترجع فيها الوسط، ضاعت مرة ثانية بين كريم وتوني كروس، راحت مباشرة لفيتسو، ترجع له فيتسو مرة ثانية، هاي كرة صعبة، رودريجو استلمها لصالح عناصر فالنسيا، رودريجو يلعبها، راحت لجايا، رودريجو الكرة خطيرة، كوندوبيا جول، با 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 جول، كوندوبيا الفرنسي يفعلها أمام الريال في سانتياغو برنابيو في مدريد، 13 دقيقة قبل نهاية المباراة، هدف ثاني لفالنسيا، هدف ثاني لمارسيلينو مدرب فالنسيا. نعم، منذ لحظات فقط كنت أتحدث عن فريق صامد، كنت أتحدث عن فريق لحد الآن عنيد، تمكن من الوقوف أمام الريال وهو يتمكن من إضافة هدف ثاني. رودريجو عاد لكوندوبيا، حطها في الزاوية اليمنى لمرمى كايلور نافاس، جول ثاني لفالنسيا أمام الريال في سانتياغو برنابيو في مدريد. يا سلام على هذا الإصرار، ويا سلام على هذا العناد، ويا سلام على هذه القوة التي أظهرها في منظومته الدفاعية، وهذه القوة في الصراعات الفردية، وهذه القوة في الثنائيات عند فريق فالنسيا. تسجيل هدف التعديل لصالح الريال عند الدقيقة 83 من عمر المباراة، توني لاتو يعود لرفقائه فوق أرضية الميدان، أسينسيو، ولا لا جول، با 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 جول. إذا قلت منذ حين بأنه سيسجل، كانت زلة لسان، أكدها أسينسيو بأنه سيسجل ولن يكتفي بالتسديد، فعلها الصغير، فعلها المبدع، فعلها الفنان أسينسيو بثنائية تاريخية اليوم. أسينسيو الذي لم يخسر معه الريال عندما يلعب أساسيا في 12 مباراة، يؤكد اليوم بأن الريال لن يخسر معه عندما يكون أساسي، فعلها وسجل جول في نفس الزاوية، الجول الثاني لها من روعة لأسينسيو. نعم، جول ثاني وعاد الريال وعدل النتيجة. ماركو أسينسيو انقذ زيدان وانقذ الريال، ماركو أسينسيو الصغير صار كبير.